على الطريقة اللبنانية أطلق الفنان اللبناني المغترب وجدي قصاص نسخة عربية جديدة من الأغنية الشهيرة ديسباسيتو اللي غزت العالم وحققت نسبة استماع ومشاهدة كبيرة، ليقوم قصاص اليوم بلبنانتها وتصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج جوب وعيد بأولى خطواته بمجال الغناء. شو صار لي مدي عم فكر فيك، شو هالقصة يا خيي؟ هو كيف طلعت الفكرة؟ أنا من لاس فيغاس، فمرة هيك فقت الصبح by the way كنت عم بشرب فنجان قهوة وإجا ببالي هيك كلام وحسيت إنه بدي يركب على هيك شي pop song، إجا ببالي ديسباسيتو وهيك ركبت يعني هيك بالمزح. هو أول عمل لإلي و I contacted Joe through a friend وهيين هون، يعني صارت كلها within 2 weeks القصة. بس العمل يعني الأجواء هون يعني سمك مثل ما بتشوفوا سمك 7-8 ساعات سمك، وبس فكرة كتير حلوة ف I hope you guys like it. وجدي اللي عم بيصور أول عمل لإله بمجال الفن خبرنا عن السر اللي بيميز هالأغنية عن باقي النسخ العربية اللي انتشرت بالعالم العربي واللي ما نجحت بحسب تعبيره. هي هيدي الغنية أول شيء، أول مرة بيصير في ديسباسيتو هيك بالفيرجن اللبناني أول مرة. هلا الأرابيك فيرجنز ما نجحوا ريلي، so this is really the first Arabic version اللي نجحت بشكل سريع، يعني 400,000 views ب 1 week على أنغامي. It's currently the number one song on Anghami New Arabic. So العالم عم بتحبها، إن شاء الله بتحبها أكتر بعد الكليب. So بميزها هي إنه سلاسة الكلام، كتير سلس الكلام بينحفظ. I hope when the video clip is released you guys will like it more. لا تستاهل ايش؟ اغنية ديسباسيتو على الطريقة اللبنانية اللي بتتضمن الكثير من الجنون، الموسيقى والحياة، حب قصاصي ترجمها ايضا من خلال الصورة اللي رح يقدمها مع المخرج جو بعيد باول تعاون معه. هو الكليب يعني شوي صرعة، ما بدي انا افسد الكليب، يعني هو فكرته كثير مجنونة، يعني بتبلش على الاوريجينال سونج على بلاك اند وايت تي في، كاينه بتفرجي انه العالم زهقت من الاوريجينال سونج. they still like the song, it's the most viewed song، بس really بدهم يسمعوها بانذر فيرجن. سو عملنا شوي كريتيك، بوزيتيف كريتيك بشكل كثير حلو، وبنفس الوقت الفكرة يعني كتير شعبية لبنانية هيك بتناسب المجتمع اللبناني. يعني بعد هالأغنية كشف قصاص لأغاني أغاني عن ديو غنائي جديد رح يجمعه بأحد النجوم العالميين خلال الفترة المقبلة. Next project بإذن الله يعني هي حتكون مع أرتست كتير مشهور أجنبي، ما بدي أنه يعني it's in the making. So it's gonna be لبناني plus English, so Lebanese and English تاني project. بس بدنا هيك نخلص من هيدا البروجكت لنتفضل هيديكي، بس في أعمال كتير حلوة يعني ترقبوها. المخرج جو بعيد المعروف بأفكاره المبتكرة وأعماله اللي فيها الكتير من الجنون والإبداع خبرنا عن التعاون الأول مع وجدي برغم الظروف والشروط الصعبة اللي واكبت هالعمل. صراحة يعني أنا وجدي تعرفت عليه من وراء هذا البروجي ومبسوط أنه عم بشتغل مع شخص هالقد محمس وهالقد هو عنده هيك بتحس الحماس وعنده الانرجي ليعمل بروجكت يعني حلو يكون. واللي بيحضر الكليب بكره حيشوف انه نحن يعني مش مخبيين ورا اصبعنا، هو عارف انه عامل نيو فيرجن من هذه الغنيه وانا عارف انه هذا الكليب انعمل الاوريجينال تبعه وانعمل كثير فيرجنز. سو قررنا انا ووجدي نعمل اور اون فيرجن يلي هي فيري لبنانيز very typical مع عالم من البيئة تبعيتنا ما بتشبه أبداً اللي شفناه بديسباسيتو، وحتى نحن مثل موجهين لهم إذا بدك هيك مثل تحية يعني بأول الكليب لأنه قد ما حضر الكليب تبعولهم. سو حتى بالكليب تبع وجدي منشوف على التي في عم ينعرض الأوريجينال كليب، يعني هيدا إذا بدك ما بعرف إذا وجدي حكى عنه بس أنه إتس سكوب لإلكن. رولينج يا أكشن بتحرك كلنا من فوق الأكشن ميوزيك ايه بشا 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 قليل ايه بشا أكثر وجدي قصاص موهبة لبنانية غربية جديدة وخلطة مميزة عم تبدأ برسم هوية مختلفة لإلها على الساحة الفنية والمتوقع أنه ينكتب للنجاح مع الأيام المقبلة. أنا وإنتي